درسنا اليوم عن جداول وخرائط وساط التبريد لطلبة الدبلوم هندسة التبريد والتكييف. وسيط التبريد أو وسائل التبريد هي مادة تستخدم كناقل للحرارة بين المادة المواد تبريدها ووسيط التبريد الذي يكتسب الحرارة. يمكن تقوم أو تكون عملية التبادل الحراري بين الأطوار المختلفة، حيث تقسم أحوال المادة إلى 3 أحوال رئيسية، هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. حيث يمكن القول بأن المادة الصلبة غير قابلة للانضغاط والسائلة صعبة الانضغاط، أما الغازية فهي قابلة للانضغاط حيث تتبع القانون العام للغازات PV تساوي M في الـ R في الـ T، حيث الـ R اللي هو ثابت عام الغازات وهو رقم ثابت، والـ T درجة الحرارة، والـ M الكتلة كتلة وسيط التبريد، والـ B الضغط، والـ V الحجم. عمليات التبادل الحراري تحدث من خلال عمليات حرارية هي الانصهار والغليان والتكثيف والتجمد. أي عملية تبادل حراري أو عمليات تحدث داخل منظومة التبريد والتكييف يجب أن تتبع لإحدى هذه العمليات: انصهار، غليان، تكثيف، تجمد. وتكون الانصهار عندما تتحول الحالة الصلبة للحالة السائلة، والغليان عند تحويل السائلة إلى حالة غازية، والتكثيف عند تحويل الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، والتجمد عند تحويل الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. أثناء عملية التحويل تحدث عملية التبادل الحراري داخل النظم الحرارية، وهنشوفها لاحقا. لو وجدنا علاقة تربط بين درجة الحرارة وبين الحجم النوعي للماء، هنلاحظ لو استخدمنا الماء كوسيط للتبريد ليستخدم للتبريد، هنلاحظ أن خصائصه الفيزيائية تأخذ الخط ارتفاع تدريجيا درجة حرارة السائل أو الماء وصولا إلى درجة الغليان. عند وصول درجة الغليان تبدأ عمليات التبادل الحراري بين المائع وبين الوسط المحيط عند ثبوت درجة الحرارة وعند ثبوت الضغط، أي يعني الطاقة الكامنة تحدث للماء عند ثبوت الضغط وعند ثبوت درجة الحرارة. من ثم نصل لمرحلة تسمى حالة الإشباع الغازي في المنطقة هذه. هذا خط الإشباع الغازي، من ثم ننتقل إلى منطقة الغاز المحمص، أي يعني هذه المنطقة منطقة الغاز للماء أثناء ارتفاع درجة حرارته، وهذه المنطقة تسمى منطقة السائل الكلي، سائل كلي عند ارتفاع تدريجيا لدرجة الحرارة ما دون درجة الغليان 100. المنطقة المنتصفة ما بين السائل المشبع وبين الغاز المشبع تسمى منطقة الخليط، أي يعني في المنطقة هذه تكون خليط ما بين السائل وبين الغاز للمائع أو الماء الموجود في هذه المنطقة، أي يعني هذه المنطقة منطقة سائل مشبع 100% وهذه المنطقة منطقة غاز مشبع 100%، لكن المنطقة المنتصف تنتقل تدريجيا بين السائل وصولا إلى غاز كليا، أو العكس ما بين الغاز وصولا إلى السائل كلي 100%. لو طبقنا هذا الكلام على نظام تبريد بسيط يحتوي على مبخر ومكثف وضاغط وصمام تمدد، هنلاحظ أنه صمام التمدد خاصية من خصائصه تعتمد على ثبوت الانتروبي أو ثبوت الحجم النوعي في المنطقة هذه، وهذه المنطقة منطقة خط الإشباع السائل، المنطقة هاي منطقة سائل، ننتقل تدريجيا من السائل وصولا إلى خط الإشباع الغازي على هذا الخط، وتكون المنطقة اللي في المنتصف لعمليات التبريد انتقال تدريجي ما بين السائل لوسيط التبريد حالته سائلة وصولا إلى الحالة الغازية في خطوط المبخر، حتى يتم سحبه من الضغط وضخه إلى المكثف مرة أخرى لإعادة وسيط التبريد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة مرة أخرى، يتم ضبطه من خلال الصمام لإعادته إلى المبخر، حيث يحدث تبادل حراري في النظام ما بين وسيط التبريد وبين المنطقة المراد تبريدها، حتى يرجع إلى الغاز
ثم يعاد ضخه إلى المكثف وهكذا. إذا العملية الرباعية هذه تحدث ضمن خرائط وساطة التبريد، وضمن اللي هو إيه ما بين خطوط الإشباع السائلة وبين خطوط الإشباع البخارية. جداول خرائط وساطة التبريد فيها عدة مناطق زي ما حكينا. المنطقة هذه تسمى منطقة السائل. طبعا كل وسيط تبريد له خرائطه الخاصة بها، وكأنها السيرة الذاتية الخاصة إلى وسيط كل وسيط تبريد. من ضمن هذه الخرائط توجد خرائط التي اس اللي هو العلاقة تربط ما بين درجة الحرارة والإنتروبي، أو الخرائط البي اتش بتربط ما بين الضغط والإنتالبيا، وهي أكثر شيوعا أو أكثر استخداما. وهنلاحظ أن كلهن يقع فيهن ثلاث مناطق: منطقة السائلة للوسيط التبريد، ومنطقة الخليط ما بين الغاز والسائل، ومنطقة اللي هو الغاز والغاز المحمص في المنطقة هذه. وهذه الكي هي النقطة الثنائية تربط ما بين الخليط الغازي وبين الخليط السائل للنوع الواحد من وسيط التبريد. وهذا المخطط فيه منطقة التبريد الدوني وهي المنطقة هذه، والمنطقة التحميص هي المنطقة هذه، والمنطقة الوسطى هي منطقة الخليط لوسيط التبريد. كل وسيط تبريد له خرائط خاصة بها، كل وسيط تبريد لها خرائط لها خصائصها الفيزيائية الخاصة به. ممكن أن نستخدم كل غاز على حدة باستخدامه ضمن نظم تبريد، ضمن نظم تبريد. هنشوف ديجرامة خاصة استراكشر لوسائط التبريد. وسائط أو خرائط وسائط التبريد بها 6 خطوط. كل خريطة من خرائط وسائط التبريد فيها 6 خطوط توضح 6 خصائص فيزيائية مهمة. من هذه الخطوط خطوط ثبوت الضغط وخطوط ثبوت الطاقة الإنتالبية. لازم نعرف كل خط من هذه الخطوط أين توجد وكيف ممكن استخدامها. هذه الخطوط أو هذه أرقام الضغط بالبار، وهي تكون خطوط أفقية. هذه الخطوط الزرقاء هذه خطوط ضغط. الخطوط الحمراء هذه خطوط الإنتالبية وأرقامها موجودة في الأسفل، وهي خطوط عمودية على الخط إكس السفلي. أما الضغط فهي خطوط أفقية وهي عمودية على الخطوط الإنتالبية. أي نقطة من هذه النقاط ممكن أن نحدد فيها رقمين. يعني على سبيل المثال هذه النقطة ممكن أن نحدد الضغط اللي هو هذا، وممكن أن نحدد بها الإنتالبية وهي الخط وهي الرقم المباشر اللي في الأسفل مباشرة، وهو الرقم هذا 300 أو 400. وبالتالي النقطة هذه ممكن نحدد فيها الضغط عندها، وممكن نحدد بها إيه اللي هو الطاقة الإنتالبية عند هذه النقطة. 3 خطوط ثبوت الإنتروبي، وهذه الخطوط تكون مائلة بزاوية. هاي الخطوط مائلة بزاوية والأرقام موجودة على الخط مباشرة. وبالتالي أي نقطة من هذه النقاط على الخريطة ممكن أن نحدد بها الضغط والإنتالبية، وكذلك نحدد بها اللي هو الرقم الإنتروبي، وهي الأرقام موجودة على أي خط. فبالتالي أي نقطة قريبة من هذا الخط ممكن أن نحدد الإنتروبي بها بناء على الرقم الموجود على الخط القريب منه. 4 خطوط ثبوت درجة الحرارة، وهذه الخطوط أو هذه الأرقام موجودة على خط الإشباع السائل. هذه الخطوط موجودة هنا 0 10 20 30 40. هذه الخطوط خطوط درجات الحرارة أو ثبوت درجات الحرارة موجودة هنا. وبالتالي أي نقطة الآن ممكن أن نحدد بها درجة الحرارة. هي لو فرض النقطة هذه ممكن نحدد درجة الحرارة هنا 50، وممكن أن نحدد بها الضغط هيها الرقم الموجود هنا، وممكن أن نحدد بها اللي هو الطاقة الإنتاج بالرقم الموجود في الأسفل مباشرة، وممكن أن نحدد بها خطوط الإنتروبي الأرقام الموجودة بزاوية، وكون الخط المائل بالزاوية له نحدد اللي هو رقم الإنتروبي لها. تعال نشوف اللي بعديها، خطوط ثبوت الحجم النوعي، وهذه الخطوط تكون عبارة عن منحنيات والأرقام موجودة في هذه الجهة، في الجهة اليمنى. هذه الأرقام موجودة من 01 01 2 02 وصولا الى اعلى رقم موجود، الحجم النوعي للغاز، حجم النوعي للغاز. وبالتالي اي نقطه من هذه النقاط موجوده على الخريطه ممكن ان نحدد بها الحجم النوعي هيو. يعني فرض النقطه هذه الحجم النوعي الواقع فيها هيو، هذا الرقم الموجود هان. الضغط ممكن في الرقم المقابل لها. الانتالبيا الخط الرقم الاسفل مباشره. والانتروبي الخطوط الموجوده هان، هي مش واضحه الحين.
موجودة، هنحدد النقطة اللي احنا بدنا اياها. سادسا واخيرا معامل الجفاف. ومعامل الجفاف هو الرقم الموجود اللي محدد موجود ما بين خط الإشباع السائل وخط الإشباع الغازي، وهذا الرقم يكون X تساوي 0، يكون 0 عند خط الإشباع السائل. إيش يعني 0؟ يعني ما فيش بخار، كله سائل. وعندما يكون X تساوي 1 يعني 100% غاز، والمنطقة المنتصفة تماما، كل ما اتجهنا لاتجاه X تساوي 0 كل ما كان السائل أقرب إلى 0. يعني مثلا النقطة هذه السائل 10%، البخار 10% والسائل 90%، النقطة هذه 20%. إيش يعني 20%؟ يعني البخار 20% والسائل 80%. طب 30 يعني البخار 30 والسائل 70. طب 40 يعني بخار 40% والسائل 60، وهكذا حتى وصولا إلى X تساوي 1 يعني 100% بخار أو 100% غاز. تمام؟ إذن معامل الجفاف يكون تغير الطرق من السائل إلى بخار، من السائل إلى بخار يعني من السائل خط الإشباع السائل وصولا لخط الإشباع الغازي، في المنطقة الوسطى من ناحية اليسار إلى اليمين، من ناحية اليسار إلى اليمين. ويكون تغيير الطور من البخار إلى السائل في المنطقة الوسطى من ناحية اليمين إلى اليسار، يعني من جهة المعاكسة. وتعرف النسبة لكمية البخار لوسيط التبريد في هذه المنطقة منسوبة للكتلة الكلية لوسيط التبريد، يعني قديش في بخار، كتلة البخار على الكتلة الكلية لوسيط التبريد، يعني 60%، يعني كتلة البخار 60% على الكتلة الكلية من وسيط التبريد. تعال نشوف ان كل الخطوط متجمعات في خريطة واحدة، هنلاحظ ان خطوط درجات الحرارة هيهن، الخط الاسود هذا معامل الجفاف، هي خطوطة في المنتصف تماما زي ما انتم شايفين، الحجم النوعي الخطوط المائلة هي ارقامها موجودة هان، الانتروبي هي خطوطها بالزاوية، هذه كلها هذه خطوط انتروبي بتكون مرة مرورها، خطوط الضغط هيها، هذا خط الضغط زي ما انتم شايفين ملون هذا، وخطوط الانتالبيا وهي الخطوط العمودية مباشرة. وبالتالي أي نقطة من هذه النقاط ممكن أن نحدد فيها 6 عوامل، ممكن نحدد بها 6 خصائص فيزيائية، خط درجة الحرارة هيو هذا الرقم الموجود هان، والإكس اللي هي معامل الجفاف قديش الرقم الموجود هان للنقطة هذه، وممكن أن نحدد بها الحجم النوعي، هي الخط الحجم النوعي اللي مار فيها قديش الرقم بيكون موجود هان، والخطوط الانتروبي، في خطوط الموجود انتروبي هي الخط الموجود هنا اقرب خط لها قديش الرقم بتاع الانتروبي تبعها، وممكن ان نحدد بها اللي هو برضه اللي هو الانتالبي، الخط المباشر النازل للاسفل تماما. هي خريطه 134A زي ما انتم شايفين، ارقام كل عليها موجوده، وبالتالي هذه الارقام 90 70 60 زي ما انتم شايفين هي عباره عن ارقام الانتروبي، هذا الحجم النوعي هي ارقامها موجوده هان، شايفين خطوط الحجم النوعي هيها زي ما انتم شايفين، هذه الارقام انتم شايفينها هذه عباره عن خطوط الانتروبي، هي من 0 1 حتى 90 هذه معامل الجفاف، الارقام من 100 من 100 وصولا الى ماينس 50 درجات الحراره، والضغط هي الضغط موجود هان زي ما انتم شايفين ارقامه. وبالتالي اي نقطه فرضا النقطه هذه النقطه ممكن ان نحدد بها الانتالبيا هيها 250، ممكن نحدد بها الضغط هو 0.2 ميجا باسكال، ممكن ان نحدد بها اللي هو الحجم النوعي، هي اقرب شيء الحجم النوعي للنقطه هذه اللي هو 15، ممكن ان نحدد فيها درجه الحراره هيها ماينس 10. وبالتالي 6 عوامل فيزيائيه وخصائص فيزيائيه نحدد لاي نقطه من هذه النقاط موجوده، نحدد لها 6 عوامل فيزيائيه، وبالتالي ننهي درسنا اليوم.